عايزة أتكلم عن فارس من فرسان السينما المصرية، فارس حقيقي اتخرج في الكلية الحربية، فارس كمان بأدواره وبأخلاقه وبتاريخه الفني. ليه بتكلم عنه ومن هو هذا الفارس؟ الحقيقة بتكلم عنه لأن النهاردة ذكراه، النهاردة ذكرى وفاة الفنان الكبير أحمد مظهر اللي رحل عن عالمنا يوم 8 مايو سنة 2002 بعد ما قدم أدوار تاريخية مهمة جدا. ليه 6 أدوار في أفلام تم اختيارها من ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. في المجمل قدم أكتر من 160 عمل، منهم 3 أعمال من إنتاجه وإخراجه. أحمد مظهر اتولد في 8 أكتوبر 1917، اتخرج في الكلية الحربية في نفس دفعة الرئيسين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، شارك كضابط في الحرب العالمية الثانية وفي حرب فلسطين سنة 48، وتولى قيادة مدرسة الفروسية ودخل عالم الفن من بوابة الفروسية سنة 51 بدور في فيلم ظهور الإسلام، لما اختاروا المخرج إبراهيم عز الدين اللي قدم طوال مسيرته كمخرج الفيلم ده، بس كأنه كده بس دخل عالم الإخراج عشان يقدم أحمد مظهر. من فيلمه الأول، من فيلم أحمد مظهر الأول سنة 51 لحد ما توفى سنة 2002، حافظ أحمد مظهر على هيبته وعلى هيئته المنضبطة. قدم أدوار عظيمة، أدوار قومة الزمن، قومة النسيان، زي الناصر صلاح الدين، زي دعاء الكروان، زي النضارة السوداء، وإسلاماه، جميلة، رد قلبي، أدوار صعب تغيب عن الذاكرة بتاعتنا مهما طالت مدة غيابه.